القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجر الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، لازلنا مع هذه الخواطر الأندلسية، أتكلم فيها عن بعض أحداث التاريخ. في هذا المقطع سأجيب عن سؤال مهم ينبغي لنا أن نفهمه ونستوعبه ونأخذ تصورا عاما عنه، لأنه قد طرح ويطرح من طرف الكثير من المشككين في هذا الدين. لماذا أخذ المسلمون أسلحتهم وجيوشهم واتجهوا إلى أرض الأندلس؟ هل انتشر الإسلام بالسيف؟ هل الإسلام دين إرهاب؟ هل هناك حريات في دين الإسلام؟ كيف نجمع بين الجهاد في سبيل الله وبين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين؟ أسئلة تطرح ولا تزال تطرح عند الكثير من المشككين في هذا الدين. لماذا يا ترى أخذ المسلمون جيوشهم وأسلحتهم واتجهوا إلى أرض الأندلس؟ والأندلس كانت لما سجل التاريخ دولة يحكمها القوط النصارى، بمعنى أنها دولة ذات سيادة، فلماذا اتجهوا إلى هذه الدولة وانتهكوا سيادة هذه الدولة؟ أقول قبل إجابة عن هذا السؤال لا بد من مقدمات، وهي كالتالي: ينبغي أن نعلم أن الإسلام هو دين الله عز وجل. لقد ابتعثنا الله سبحانه وتعالى لإخراج العباد من عبادة رب العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما قال ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس. الإسلام هو الدين الخاتم الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين. نحن دعاة، نحن الأمة الشاهدة على باقي الأمم. ومن سنة الله عز وجل أنه جعل في هذا العالم مللا وطوائف وعقائد ودول، وينبغي على المسلم أن يرشد هؤلاء وأن يهديهم هداية إرشاد إلى الدين الحق. ومعلوم أن هذه الدول وهذه الحضارات وهذه الأمم يحكمها ملوك ويحكمها جبابرة وطواغيت. ومن سنن الله عز وجل الكونية أن أغلب هؤلاء يرفضون أن يأتي دعاة الإصلاح وأن يأتي الهداة إلى هؤلاء الناس. إذا قرأتم التاريخ أدركتم أن بلاد إسبانيا، بلاد الأندلس، كان يحكمها الأزرق، وكان طاغية جبارا كغيرهم الطواغيت وكغيرهم الجبابرة. من مصلحتهم أن يعبدوا البشر لأنفسهم. كان الناس آنذاك يعيشون كالعبيد، بل أدنى من العبيد، كانوا يعيشون كالحيوانات. كثرة الضرائب، الاستبداد السياسي والعسكري، تخلف حضاري، تخلف فكري. كانت الثروات كلها في أيدي الملوك وفي أيدي الأمراء. كان ما يسمى بالنظام الإقطاعي هذا في العصر الفيودالي. قلت ونحن كمسلمون دعاة حق ودعاة حرية، هدفنا إخراج الناس من الظلم من هذا الحيث. من قرأ تاريخ الأندلس وحيثيات فتح الأندلس أدرك أن الملك أو الأمير يوليان، وكان عاملا لأحد ملوك القوط في شمال إفريقيا بمدينة سبتة، وكانت آخر معاقل القوط في شمال إفريقيا. هذا الرجل كانت له مصالح مع الملك الأسبق الإسبانية،
لكنه انقلب عليه في عهد لوذريق. لوذريق هذا اغتصب السلطة وانقلب على الملك غيطشة واستبد بالحكم وحكم بالحديد والنار واستولى على جميع ممتلكات غيطشة. أولاد غيطشة اتجهوا إلى يوليان بأرض سبتة واشتكوا له الأمر. كذلك مما ذكر التاريخ أن بنت يوليان أو جوليان هذا الأمير النصراني كان قد ابتعثها إلى إسبانيا لتتعلم آداب الملوك وتتعلم ما يسمى بالبروتوكولات والإتيكيت، هذا ما يتعلق بآداب الأميرات، لكنها تعرضت للاعتداء من ملك إسبانيا آنذاك وهو لذريق. كذلك مما يذكر التاريخ كما ذكر هذا غير واحد من المؤرخين، مؤرخ المسلمين وغير المسلمين، اليهود آنذاك في إسبانيا اشتكوا وأرسلوا رسائل يريدون نصرة من المسلمين، بالإضافة إلى رغبة المسلمين إلى تعبيد البلاد لرب العباد. الأرض لله عز وجل، الأرض لله سبحانه وتعالى، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه الأسباب كلها دفعت المسلمين أن يتجهوا بأسلحتهم وبجيوشهم بمساعدة من الأمير يوليان، والله تبارك وتعالى ينصر ويؤيد هذا الدين بالرجل الكافر وفي رواية بالرجل الفاجر. ليس هدف المسلمين ولا القادة ولا الفاتحين، ليس هدفهم الغنائم، ليس هدفهم الأرض، إنما هدفهم تحرير الناس. والتاريخ يشهد كيف عاش الأندلسيون بعد الفتح الإسلامي. خرجوا كما ذكرت سابقا، خرجوا من عتمة ومن ظلمة التخلف بعد أن كانوا لا يعرفون معنى الحضارة. كيف عاش المولدون وهم الذين صاروا أو هم نتيجة تزاوج العرب والبربر بالإسبانيين المحليين. لو كان الدخول الإسلامي أو الفتح الإسلامي لأرض الأندلس ظلما وتجبرا لكانت هناك انقلابات وثورات ولا أعلن الردة عن الإسلام، لكنهم بالعكس أقبلوا على الدين، أقبلوا على الإسلام زرافات ووحدانا. أما الذين لم يقبلوا الإسلام فقد عاشوا في عدل المسلمين. فالمسلم هدفه إخراج الناس إلى الحرية، أن نحرر الناس من الظلم من الاستبداد. إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، لو قارنا بين معيشة الأندلسيين ومعيشة سواء كانوا مسلمين أو حتى غير مسلمين من النصارى واليهود، كيف عاشوا في ظل الحكم الإسلامي وكيف عاش الأندلسيون أنفسهم بعد سقوط الأندلس أو ما يسمون بالموريسكيين. قارنوا بين معيشة المولدين، المولدون كما لا يخفى عليكم هم نتيجة تزاوج الفاتحين بالأندلسيين الأصليين، هؤلاء كانوا ركيزة المجتمع الأندلسي. أما بعد السقوط فقد عاشوا في ظلم عن الموريسكيين وفي ذل، وما محاكم التفتيش عنكم بعيد، قتلوا وشردوا وطردوا وعذبوا. المسلم هدفه يا إخوان أن ننور البشرية، أن نأتي بالنور بالحضارة بالتاريخ بكل ما هو جميل، أن نخرج الناس من التيه الفكري ومن الضياع. من تأمل تاريخنا علم أنه صفحات بيضاء، صفحات ناصعة فيها كل ما هو خير للبشرية في دينها وفي دنياها. واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائل.